اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات. اليوم هنكلمكم عن السياره الترافيرسال 1LT اللي عليها عرض التصفيه حاليا على موديلات ال20 وفي على موديلات ال21 كمان. عندنا عروض قويه جدا للقطاع الحكومي بالذات. السياره بيكون معاها تامين وتسجيل ومخفي وضمان 5 سنوات واربع سنوات مساعده على الطريق وثلاث سنوات او 60,000 كيلو سيرفيس. يلا بينا نشوف المواصفات دلوقتي حالا. رنجات 18 وكروم على الشبك الامامي واضاءه LED. مرايات كروم عليها الإضاءة للإشارات والنقاط العمياء على المرايات. دخول ذكي على الأربع أبواب. دول إكزوست من الخلف. دبة أوتوماتيكية. أكبر مساحة خلفية في أي سيارة SUV متوفرة في السوق. كرسي السائق متحرك. لون أسود داخلي. شاشة 10 إنش. مكيف أوتوماتيك. كروز كنترول، بلوتوث، أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعداد ديجيتال. الشاشة الرئيسية متحركة. سيارتنا الترافيرسال 1LT هي بيكون منها الفرونت ويل درايف والأول ويل درايف اختياري طبعا. سيارة موديل 21، الماكينة بتاعتها 3.6 V6، 310 حصان وتسع سرعات أوتوماتيك. زي ما احنا شايفين السيارة اللي أمامنا حاليا هي ال1LT، بيكون عليها الكروم على الشبك، الإضاءة LED، كشافات الضبابية، رنجات 18 احنا شايفين، مرايات عليها الكروم، عليها الإشارات، بيكون كمان عليها النقاط العمياء على المرايات. دي عندنا الدخول الذكي على الأبواب. قدامنا طبعا استهلاك البترول فيري جود، اللتر واحد ماشي 11.8، ده اللي هي 9 سرعات اوتوماتيك. نشوف الكلام من الخلف. دول اكزوست. هي اكبر سيارة عائلية حاليا من ناحية الحجم الداخلي، تشيل 8 ركاب كبار مرتاحين في كل الكراسي. خلينا نشوف من الداخل. ال1LT بيكون الدبة الخلفية اوتوماتيك زي ما احنا شايفين. ده حجم مساحة الدبة الخلفية ما شاء الله كبيرة جدا. في شدات على السقف. نشوف المساحة الخلفية كمان ما شاء الله كبيرة جدا. زي ما احنا شايفين نقدر كمان ننزل السيتس. هنرجع نشوف من ورا. ده حجم المساحه الخلفيه. لو احتاجنا ننقل فيها اي شيء طبعا بننزل الصف الثاني زي ما احنا شايفين، بيدينا مساحه كبيره جدا. نشوف من الداخل. التحكم في فتحه الدبه الخلفيه، فول اوتوماتيك، الاضاءه اوتوماتيك، مثبت السرعه، ده ديجيتال، شاشة 10 انش متحركة. تمام، في وراها سدة او مكان للتخزين ونقدر نقفل الشاشة برقم سري محدش يفتحها غيرنا. مكيف اوتوماتيك. طبعا الجير احنا قلنا 9 غيار. الهاند بريك اوتوماتيك. ده شكل السيارة. دي نظرة اخيرة على طبعا مكيف لكل الركاب واير باجز لكل الركاب. مكيف فوق زي ما احنا شايفين عند كل راكب. ده شكل السياره من الداخل. التحكم في المكيف من الخلف. اديها نظره اخيره كمان. ده شكل السياره مره ثانيه. دي من السيارات ما شاء الله يعني الاكثر عمليه بالنسبه لنا بسبب حجم الكابينه الداخليه وحجم الدبه الخلفيه. احنا شفنا تمام. في عندنا مكان كمان سفلي يعني تعتبر فيها دبتين، واحده فوق واحده تحت عشان تشيل كل الاغراض اللي احنا عايزين نشيلها فيها.
شكلها بعد ما تقفل. اوكي يلا، معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين. اتصلوا علينا الان وتحصلوا على عرض الشهر. اهلا بكم. اتصل الان على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين.